رفعت السد سهل بني وعبد الفتاح يلا يا بنوي الملعب يساب طوز معين لعبة قدام للخطيب على صدره وبيشوط كل واحد يعمل واجبات مركزه اولا مساء الخير عليكم جميعا. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن ظروف تأسيس النادي الأهلي وحالة مصر عند تأسيسه وازاي نبتت الفكرة من رحم تجربة نادي المدارس العليا، وقلنا ان صاحب الفكرة هو عمر بيك لطفي رئيس نادي المدارس العليا. وقفلنا الحلقة بسؤالين من اهم ما يمكن: مين هو عمر بيك لطفي؟ ومين المؤسسين اللي امنوا بفكرته؟ نجاوب على السؤال الاولاني اللي هو مين هو عمر بيك لطفي. يعود أصل أسرة عمر بيك لطفي إلى المغرب وتحديداً مدينة مراكش. عيلته جت لمصر في أوائل القرن التاسع عشر أثناء حكم محمد علي، لأن والده كان بيعمل ممثل لدولة المغرب الأقصى في مصر، يعني سفير. وبعدين استقرت عيلته في مصر شأنها شأن العديد من العائلات والجاليات اللي استوطنت مصر في القرون الماضية. اسمه بالكامل عمر لطفي بن يوسف عاشور. اتولد في الأسكندرية عام 1867، وتعلم في مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية اللي أنشأها عبد الله النديم. وكان عبد الله النديم صاحب فكر وطني بيغرس روح الوطنية والشعور بالانتماء للوطن، وده منهج مختلف عن مدارس الحكومة اللي كانت بتهتم بالعلم فقط نتيجة لسيطرة الإنجليز. عبد الله النديم أدخل في المناهج الحس والشعور الوطني عشان التلاميذ يكبروا وهم بيقدروا حجم التحديات اللي ممكن تواجه وطنهم. انتقل عمر لطفي للقاهرة لإتمام دراسته، فدخل مدرسة الإدارة والقضاء اللي سميت فيما بعد مدرسة الحقوق الخدوية، وتخرج عام 1886 وتم تعيينه في قسم قضايا الحكومة. وبعدين اشتغل بعد كده في مكتب المحاماة التابع لسعد باشا سجلول لما كان بيعمل بالمحاماة. بعدها تم تعيينه مدرس بمدرسة الحقوق الخدوية، وترقى وبقى وكيل للمدرسة، وبعد كده بقى ناظر لها في سنة 1902، لكن بعد كده فضل انه يشتغل بمهنة المحاماة. عمر لطفي كان شخصية مثقفة جدا، صاحب رؤية، نقدر نقول انه مفكر بيتكلم لغات عديدة جدا، سافر عدة دول أوروبية، اطلع على الكثير والكثير من الأمور اللي تقدمت بها أوروبا وحب أنه ينقلها لمصر. عمر لطفي كان شخصية مرموقة في المجتمع للدرجة اللي مثل فيها مصر في مؤتمر المستشرقين بباريس، وكان أبرز مؤلفاته كتاب إنشاء شركات التعاون في مصر. عمر لطفي يعتبر أبو التعاونيات في مصر. شاف تأثير الجمعيات التعاونية زراعية أو صناعية أو تجارية وغيرها في أوروبا، وإزاي بتحل مشاكل التجار والمزارعين الفقراء، وإزاي بيقاوموا المرابين اللي كانوا بيسلفوهم بفوائد كبيرة جدا. وكان صاحب فكرة إنشاء بنك التسليف، وطلب من طلعت حرب انه يأسسه. وكان صاحب فكرة انشاء النقابات الزراعية وادخال افكار التعاونيات اللي شهدها في زياراته المتكررة لأوروبا. اسس عمر بيك لطفي شركة التعاون المالي،
وشركة التعاون المنزلي بالإسكندرية، وأنشأ زياف المنصورة وبني سويف والمنيا وحلوان، وده ساهم في تقدم أحوال مصر الزراعية. وتقديراً لجهوده وأخلاقه وعمله الدائم من أجل المجتمع، أنعم عليه في عام 1903 بالنشان المجيدي الثالث، ثم أنعم عليه في 11 أكتوبر من عام 1905 برتبة التمايز الرفيع اللي هي البكوية. وبسبب دوره الكبير ده وإنجازاته تم اختياره عام 1930 كواحد من أعظم 10 رجال في تاريخ مصر في 50 سنة من 1880 لغاية 1930. وكان العشر رجال دول مين؟ مصطفى كامل، محمد فريد، الشيخ محمد عبده، سعد زغلول، علي مبارك، عبد الله النديم، أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، عمر لطفي، طلعت حرب. يعني صاحب فكرة إنشاء النادي الأهلي كان واحد من أفضل 10 شخصيات في 50 سنة في تاريخ مصر. والسؤال الثاني اللي قفلنا بيه الحلقة اللي فاتت كان مين هم المؤسسين اللي اقتنعوا بفكرة عمر بيك لطفي؟ مهم نتعرف على كل واحد منهم، نشوف تأثيرهم في المجتمع المصري مش بس في الأهلي، ونعرف إزاي كل واحد فيهم كان مبدع في مجاله، وكل واحد فيهم خدم بلده من مقعد مختلف، وإزاي جمعتهم فكرة واحدة، فكرة تأسيس النادي الأهلي. الحقيقة مجموعة زينت أسمائها شوارع مصر، شارع رشدي وشارع عبد الخالق ثروت وشارع أمين سامي وشارع إسماعيل سري. بالمناسبة أنا كنت متربي في المنيرة تقريبا بين شارع إسماعيل سري وشارع أمين سامي، وما كنتش أعرف في يوم الأيام إن هذه الأسماء قامت بهذا الدور العظيم وكانت مؤسسة لأكتر نادي أنا حبيته منذ الطفولة. كمان كان في شارع إدريس راغب وشارع عزيز عزت وشارع محمد محمود وشارع عمر سلطان وشارع عمر لطفي، ناس صنعت حضارة مجتمع وحضارة نادي وخلدهم التاريخ. يا ترى ايه شعور كل واحد منهم وهو نازل من بيته ورايح اول اجتماع رسمي للجنة الإدارية العليا؟ يا ترى كانوا يعرفوا انه اجتماع هيفضل محفور في التاريخ؟ يا ترى كانوا يتخيلوا ان بعد اكتر من 100 سنة الناس ممكن تسترجع اليوم ده بكل تفاصيله؟ يا ترى كانوا يحلموا ان الفكرة اللي اصبحت واقع هتبقى كيان كبير عشاقه بالملايين؟